اتفضلوا. هذه يا سيدي أفضل غرفة في هذا الخان. حسناً سنأخذها. أرسل لنا أفضل ما لديك من الطعام الساخن، إننا متعبون جداً. حاضر، ولكن للطعام ثمناً إضافياً. حسناً. ما الذي أدهى بعقلنا؟ فرضينا بخطتك حتى أوقعنا أنفسنا في هذا المأزق. مأزق؟ أي مأزق؟ ألا تودين العثور على هميم؟ هميم؟ أنت قدتنا إلى هذا المستنقع بحثاً عن وضاح وليس عن هميم. وما الفرق؟ المهم أن نجد من نستجير به ليحمينا من طغيان عوف. كفاكما شجاراً، سيسمعوننا، وبدل أن نلتهم الطعام سيلتهموننا بلا ملح. ليس كل طير يؤكل لحمه، تعرفين أنني قادرة على القتال. ربما، ولكن ليس ضد كل هؤلاء الوحوش، خاصة إذا اكتشفوا أنك أنثى. يبدو أننا على مقربة من مكان آهل. هذا جيد، قريبا سيحل الليل، الخيول تعبت. إن لم نسترح فإننا إلى الهلاك أقرب، فلنغذ السير. سرين، أفزعتني، متى دخلتي؟ صرت أفزعك يا زينة؟ أهكذا ولاؤك؟ لم تمرضت ولم تأتي لاستقبالي؟ قام زوجي الملك بالواجب، ألا يكفي؟ هذه لهجة جديدة لكنها لا تعجبني. أنت حرة، أنت التي اقتحمت علي خلوتي دون أن أكون جاهزة لاستقبالك. ومتى تكونين جاهزة لاستقبال صاحبة الفضل عليك؟ عندما أغادر؟ عندما تغادرين. إذا غادرت بسرعة يا نسرين، أعدك بأن أكون في وداعك. يا لوقاحتك، أهكذا تتكلمين مع سيدتك؟ إنك سيدة نفسك، وأنا الآن الملكة، وأنت في ضيافتي يا نسرين. حذاري يا زينة، فإنني سأعلم الملك بما تقولين، وسيعرف كيف يجعل وهبا يؤدبك. لا أدري من سيؤدب الآخر، لقد تغيرت أمور كثيرة يا نسرين. خلال فترة قصيرة صار وهب كالخاتم في إصبعك، ولا تعابينه في شيء؟ كنت معلمتي، ومنك استقيت فن التعامل مع الرجال. لا، بل أبدو كتلميذة ساذجة، ولكني أحذرك يا زينة. بل أنا التي تحذرك. إن تماديت يا نسرين أو حاولت منافستي على سلطتي في هذا القصر وفي هذه المملكة، فسأسحقك سحقاً مثل ما أسحق عقرباً دون أن تهتز في شعرة. أفهمتي؟ ممن تعلمت هذه الوقاحة؟ ليس شأنك. والآن انصرفي إلى الجناح الذي خصصته لك، وويلك إن حرضت الزغل بكلمة ضدي. أما إذا سولت لك نفسك التسلل ثانية إلى مخدعي بغير استئذان، فسيكون عقابك على يدي هاتين. أفهمتي يا نسرين؟ هيا انصرفي. محزناً يا مولاي. إذن لماذا يسخر ولدي مني؟ لأنه هو موضع سخرية. ممن؟ مني؟ هذا جزائي لأنني وليته وأخاه على مملكتين قضيت العمر في إشادتهما، وسيقضيان وقتاً أقصر بكثير في تهديمهما يا مولاي.
إن فعل ذلك سأؤدبهما. حذار حذار يا مولاي، لا قدرة لك على إيذائهما. ما يسوءني أكثر هو نظرات نسرين إلي، فهي بين متألمة وشامتة. لكن عليما أساء إلي ولا بد لي من معاقبته. قل لي يا ثعلبة، هل فقدت عقلي؟ لا يا مولاي، لكنك فقدت قلبك. وماذا علي أن أفعل؟ النوم. ليس لك يا مولاي سوى النوم. إنما لك الوحيد وأن يحسن ساعد حراستنا جميعا حتى نشهد الفجر القادم. أفزعتني يا ثعلبة، أفزعتني. عليك أن تحسب حسابك أحسن في المرة القادمة. تأخرت عن الترحيب بك عمدا حتى يهجع الجميع. لقد افتقدت إليك كثيرا يا سيدي. حسنا فعلت. ما هي الأخبار؟ إن التوتر على أشده، فوهب تحرضه زوجته حتى غدا يضمر الشر لأبيه وأخيه. عوف ليس أحسن طوية، ففي أول فرصة سوف يكشر عن أنيابه. قل لي أين الذي وعدتني بإحضاره؟ هذه خارطة القصر، إن عليها تفاصيل توزيع غرف القصر وموقع جناح الملك والملكة وحرم وهب وزوجته، كما أمرتني بالحرف الواحد. حسنا فعلت، سوف أكافئك. انصرف الآن. حاضر يا سيدي. ليس من هناك، من هنا. مما يتكون هذا الحساء اللذيذ؟ لا أظنك تريد أن تعرف. لا، لا أود فعلا أن أعرف. أين الأفعى؟ إنها تدفئ فراشي. حسنا، أشعر نفسي قادرا على مصارعة ثور. حسنا، سنرى في الصباح. ماذا؟ أتستهين بي أيها الكهل؟ أنت قوي بما فيه الكفاية أيها الشاب؟ بما يكفي بعد هذا العشاء كي أغلبك. حسنا، فلنرى. في الصباح سنفكر في أمر مصارعتك للثور. أين مياسة؟ هيا تكلم، قل أين ذهبت مياسة؟ قل وإلا نسيت منصبك وسنك وعملتك كأي وغد يتآمر علي. هيا. هربت من مضايقاتك. إلى أين؟ لا أعلم، ولو كنت أعلم لما أخبرتك. إنك تتمرد علي. إذن لم أتمرد يوما على سلطان أبيك حتى أتمرد عليك. لا
لكنك يا عوف لم تراعي حرمة لأحد، حتى ابنتي اضطرت إلى الهرب من بطشك، حتى أختك الأميرة سلمى لم تطق صبرا على فعالك، حتى زينة اختارت أخاك. ألن تأوي إلى الفراش أخيرا يا وهب؟ لا، فما زال لدي واجب مأدبة العشاء مع أبي. أفا لهؤلاء الضيوف، لا أصدق متى يرحلون. ولكنهم بالكاد وصلوا. زينة، ألا تبدلين رأيك وتنزلين لتسلمي عليهم؟ لا، قل لهم إنني ما زلت متعبة. ولكن في الصباح لابد ستلقينهم. اذهب أنت طالما تفضل أباك علي. أراك عدت؟ أتراك نسيت شيئا؟ أم أنك فضلت دفء فراشي على برودة العشاء مع أبيك؟ إنني أفضل دائما دفء فراشك على أي شيء في الدنيا يا زينة. ساعدة، ما الذي أتى بك؟ جئت لأخذ حقي. أنت لا تمتلك حقا علي، فأنا أكرهك. بل تحبينني. ألم تذلني برفضك لي وتخاطر بحياتي؟ عنيف تماما مثل طبعينا. لم تقع عيناي على أكذب منك وأكثر خداعا. لو ترين فقط نفسك في المرآة. والآن ما الذي تريده مني؟ لا أريد شيئا، أريدك أنت. احذر، سيعود وهب في أي لحظة. وهب لن يعود الآن، سيبقى للعشاء مع أب لا يحبه، وآمل أن لا يدس السم لبعضهما. لا، اطمئن، لن يفعل. يمكنك أن تلحق بهما. أنا متأكد من أنهما لن يفعل طالما أنت هنا. جئت فقط لأقول لك كلمتين. لا تراهني كثيرا على وهب، فهو كالطبل الأجوف تماما مثل أخي عوف. ولا تتمادي في تخطيطاتك وطموحاتك دون أن تستشيريني، ونسقي معي في كل خطوة تخطينها. وإلا ماذا؟ رغم أنك تسحرينني بجمالك، فإنني لن أتورع لحظة واحدة عن إلقائك في الهاوية. فاختاري بين الماء والنار. أين أبي؟ لم يأتي بعد يا مولاي. وساعدة؟ إنه برفقة والدكم دون شك، فهو لا يفارقه لحظة. فيه الخير هذا الساعدة، إنه يسهر على راحة الجميع. وصل والدكم يا مولاي. عمتم مساء. عمت مساء يا أبي. اجلس يا طالبة. لما أنتم واقفون؟ اجلسوا، العشاء سيبرد. كل يا وهب، تغذى وإلا ما قدرت على زوجك. أما زالت مريضة؟
المسكينة ما زالت في الفراش ولا تستطيع الترحيب بكم، خشيت أن تنقل إليكم العدوى. أخشى أن تكون قد نقلتها إليك. لا، أنا مبتعد عنها. هذا واضح جدا. أبي، أراك تتكلم بمنطق ثعلبة. لا تهن ثعلبة يا وهب. أأهين ثعلبة بمقارنتك به؟ قد يكون مضحكا أحيانا، لكنه أقل بلاهة وحماقة مني. إذا أردت أن تفطر فاحلب الشاة. أنا ورجالي جائعون. إن المطبخ مليء بالطعام. ولكننا لا نملك المال. الأخوة اللطفاء جائعون وليس لديهم مال. أعطهم. أنا؟ الأمر، أسمع صراخا في البهو. عد إلى النوم، لابد أنك تعلم. ها، هل سمعت؟ هيا قم قم هيا قم بسرعة، هيا اتبعاني. لم أتخيل لحظة أننا سنصطاد مالا ونساء في وقت واحد. لا أعتقد أنكم اصطدتم، بل وقعتم في مصيدة. احفظ لسانك أيها الصعلوك، وإلا قطعتك شرائح مثل لحم القديد. لا تكثر من الكلام، بل أكثر من الشجاعة. هيا.
أسعدت صباحا يا مولاتي. ما لي أراك مهمومة صامتة؟ وكيف لا أكون يا ساعدة؟ وأنا زوج ملك بلا ملك، وأم أميرا منفي. اتركني يا ساعدة، اتركني أجتر همومي وأبحث عن حل. الحل بيدك. بيدي أنا؟ كيف؟ وقد أصبحت أشبه بجارية في قصر جاريتي. تصور يا ساعدة، هددتني وأهانتني. بكلمة قبول واحدة وأبعث بزينة إلى الجحيم. حقا تفعل. من أجلك يا سيدتي مستعد أن أفعل كل شيء. ووهب، كيف ستنتقم من زينة دون أن تثير حفيظته؟ أسعدت ما صباحا. أسعدت صباحا يا مولاي. أسعدت صباحا يا ساعدة. أهلا، نمت جيدا. كيف أصبحت يا أنسي؟ أهلا يا ابنتي، أهلا. هل استعدت عافيتك؟ أهلا بك يا عمه، لكنني لن أستعيدها إلا على يديك، لأن زوجي ملك لا يمتلك سعة أفقك وقوة قرارك. وهب يتعبك، أنا واثق من هذا، لكن عوفا كان سيتعبك أكثر، فهو أشد كسلا وغرورا من أخيه، لكن قلبه من ذهب، لذلك أحبه وأحتمله. قولي لي يا ابنتي، ماذا تريدين؟ سيدي، أنت ضيفنا المعزز المكرم، فهل قصرنا في حقك بشيء؟ أبداً، أنا سعيد بوجودي بينكم. إذن هل تعجبك هذه الفوضى؟ أي فوضى؟ فرسانك الذين يعيثون في قصر فسادة. في قصرك؟ والسؤال هو، ما حاجتك إليهم؟ إنهم من خيرة فرسان المملكة، وقد قدموا لها خدمات جليلة، لذلك لم يجرؤ وهب على مصارحتك بأمرهم، رغم أنه يشاطرني الرأي، ونحن متفقان. متفقان على ماذا؟ على ضرورة تقليص عددهم، هذا إذا أردت أن تبقى بيننا. هل هذا هو رأي وهب أيضا؟ أجل، وما حاجتك إلى كل هؤلاء الفرسان؟ كم فارسا يحتاج ملك سابق؟ إنك لا تحتاج ولا إلى فارس واحد، طالما فرسان مملكتنا جميعا في خدمتك. هذا ما كنت توفرين علي سماعه يا ماما؟ لا يا مولاي، بل ما سيأتي من هول. وهل هناك بعد أكثر من هذا؟ وهب، أصحيح ما سمعت يا ولدي؟ إنها امرأتي يا أبي، ولا أظنك تريدني أن أختلف مع امرأتي التي زوجتني منها وباركتنا معا. أصحيح ما أسمع؟ أم أنني مجنون؟ أخبرني يا ساعدة، هل أنا أتوهم؟ أخبرني، هل أنا أتوهم؟ إنك لا تتوهم يا سيدي، حاول أن تتفهم كلامنا ببساطة. لم ترحبي بمولاتك نسرين. إنها زوجك يا أبي. نعم، ولكنها لم تعد سيدة زينة. يبدو أنني نسيت. الآن تذكرت يا وهب أن زوجك هي مولاة نسرين وصاحبة الفضل عليها. اعذرني يا بني،
اعذريني يا ابنتي، فأنتما تعلمان ما يفعله تقدم السن في الذاكرة. يبدو أنني خرفت أو نسيت. لا يا سيدي، أنت لم تنسى أو تخرف، لكنها الحقيقة المرة، حقيقة من أحسنت إليهما فكافأك بقدر إحسانك. ليس في المسألة إحسان يا امرأة، إنها سنة الحياة أن ينتقل الملك من الكبار إذا عجزوا إلى الأبناء وهم في ريعان الصحة والشباب. كفى يا زينة. اللعنة عليكما. ماذا قلت يا أبي؟ اللعنة عليكما. لو أنني ربيت ذئبين شرسين وأطعمتهما فتات موائدي لكانا أكثر وفاء وأقل جحودا منكما. حلمك يا أبي، فزينة لم تقل شيئا يستوجب غضبك. أخرس، فأنت مارق وأكثر سوءا منها. حذاري يا أبي، فأنا لم أعد ولدا. ولن تصبح رجلا ولا ملكا يا وهب. لا ترد عليه يا وهب، أنت الملك وقرار توليتك لا رجعة فيه. أنا يا ابنتي لم أتراجع عن قرار قط في حياتي، ولا أريد حكم شيء، لكنها الخيبة يا زينة، الخيبة إن كنت تدركين بعد معناها. أو تعتقد أنك أعطيتني شيئا لا أستحقه؟ أعطيتك مملكة أيها الجاحد. هدئ من روعك يا سيدي، إنهما لا يستحقان أن تزعج نفسك من أجلهما. اللعنة عليكما، سأغادر قصركما الآن، سأذهب إلى ولدي الوفي عوف. ساعدة، جهز الجميع، فعلينا أن نرحل. ولكن لا تعترض، سنرحل الآن، ولكن اسمعها على الملأ، اسمعها أيها الجاحدان، لعنتي ستطاردكما إلى الأبد، فلتحرما من النسل، ولترجوا الغوث من الغريب قبل القريب، ولا يقدم لكما أحد جرعة ماء. هذه هي لعنتي، والتي أرجو من السماء أن تمد بعمري كي أراها تتحقق. هيا بنا يا نسرين، هيا يا ساعدة، وأنتما أيها المسكينان، فلنذهب. ماذا تريد؟ أين تعلمت القتال؟ هذه حكاية قديمة جدا وطويلة، كان ذلك في البلاد التي تشرق منها الشمس من سنين لا أذكر عددها. ولكن لماذا تسأل؟ لأنك أول مقاتل أراه يجمع ما بين القوة والعقل. القوة عمياء، ما لم يحكمها العقل. هذا ما يعجبني فيك يا سيدي. شكرا. أريدك أن تعلمني ما لديك. أنا لا أعلم أحدا. سأجزل لك العطاء.
أنا لا أهتم بالنقود ولا أخطط إلى الغد. أنت ترى بأي زهد أعيش. الزهد يساعدني على التأمل. ماذا تطلب مقابل أن تعلمني كيف أحافظ على نفسي بعد أن أفارقك؟ أطلب منك تفانيك في العمل. ستقوم بجميع ما أوكل إليك من مهام دون تردد أو اعتراض. حتى ولو كانت مهينة؟ حتى ولو كانت مذلة، هذا هو شرطي. فإن لم توافق عليه فأنت حر. أنا موافق. هل نبدأ الآن؟ حسن، أمسك دجاجة. ماذا؟ أمسك دجاجة. أنت تظن الأمر سهلا؟ عجزت عن الإمساك بدجاجة؟ أما أنا العجوز فقد أمسكتها، ولذا فأنا سآكل وأنت ستحرم من الطعام. ها هو أبي قد رحل غاضبا. أسعيدة أنت الآن؟ كل ما فعلته أفعل هو من أجلك يا حبيبي. سيستغل عفون الفرصة الآن ويؤلب أبي ضدنا. فليهنأ برفقة بعضهما، فما الابن سوى نسخة عن أبيه. كل ما أخشاه هو أن يتحالف ذلك اللئيم ساعدة مع عوف ضدي. لماذا تخاف ساعدة؟ أنا أخاف ساعدة. ألم أكن أخطط لذبحه وسلخ جلده ولكنك منعتني في اللحظة الأخيرة؟ خشيت عليك، هذا هو السر في ممانعتي رغم رغبتي في الانتقام منه. والآن ها هو قد أفلت منا. ليتنا منعنا الفرسان من مرافقة أبيك وضممناهم إلى جيشنا. أمجنونة أنت؟ ما هذا الذي تقولينه؟ كان هذا سيؤدي إلى مذبحة تقتل أبي في حينه. سيصبحون الآن جنود عوف، وربما ذات يوم يقاتلوننا. اسمعي، خطرت لي فكرة. سأرسل مرسالا إلى أخي عوف أبلغه فيها تحياتي فأكسب وده، ثم أحذره من نفوذ ساعدة فأزرع الشك في قلبه، وأنبهه من سلوك الفرسان ونفقاتهم الكثيرة لعله يحقد عليهم ويطردهم من مملكته. نعم ما تفعل، فلترسل التابع، لأن رسالتنا معه ستحمل مصداقية أكبر طالما أنها ضد ساعدة. فكرة سديدة. خيبت أملي يا وضاح. أنا؟ وماذا فعلت؟ لم تخلق فارساً ولا قاطع طريق، ولو كنت كذلك لما لفت نظري. فلماذا تتخلى عن رواياتك؟ أنا لم أتخلى عن ذلك بإرادتي. هجرنا رابعنا فتضعضعت مجموعتنا وطردنا جند أبيك في كل مكان. أعلم أنك أنقذتني ورفيقتي، لكنك باللسان والريشة تنور الأذهان وتجعل الناس يعون الظلم المحيق بهم. فهل أحارب أباك إذن؟ إنك لم تحارب ولن تحاربه، لكنك تفتح عينيه على الحقيقة. لكن ما أقوله قد يزعزع نظام حكمه. أنت تعلم أنه لم يعد يملك من أمره شيئا، وكل مملكة من بلادنا المقسومة إلى نصفين يحكمها أخ طاغية. من أجل هذا تركنا عملنا. كف عن هذا الكلام ودعنا نعاود التفكير بالأمر من جديد. لماذا؟ ليس هذا ما اتفقنا عليه يا وضاح؟ صحيح، ولكن الأمر ليس بهذه السهولة. نعم ما تفعلون، ولكن يا سلمى هل نسيت الهدف الآخر من فرارنا؟ لا لم أنسى، ولكن أين نبحث عن أخي هميم في هذه البلاد الواسعة؟ لكن عودتي إلى قصر عوف ستدعني إرغامي على الزواج منه. لو كان أبي موجودا لهابه عوف. لن ينقذني من عوف سوى هميم. يا مياسة يا حبيبتي، أنت تعلمين نزوع هميم إلى القراءة والتفكير. إنه لا يحسن القتال ولا حتى الدفاع عن نفسه. أأنت واثق من أننا لم نفتري على ساعدة؟ ما الذي جرى لك؟ كنت تكرهينه فأصبحت تحبينه وتدافعين عنه؟ إنني لا أدافع عنه إلا لأنه قد تغير. ألم ترى موقفه الحيادي؟ ساعدة ذئب حقيقي ولا يمكن أن يكون كلبا وإن شابها.
إن كنت تتوقعين بأن حاله ستنصلح فأنت مخطئة جدا. ساعد لا يؤمن جانبه. هل أرسلتم في طلبي يا مولاي؟ نعم، خذ هذه الرسالة إلى قلعة أخي عوف قبل أن يصل أبي إليها. ولا تتوقف للراحة في الطريق قبل أن تنفذ المهمة التي أوكلناها إليك، وسوف نجزل لك المكافأة. سمعا وطاعة. أأنت واثق منه؟ ليس مهما أن أثق به، المهم أن يثق عوف به، طالما أن الرسالة تحمل الطلب إعدام ساعدة. ماذا تريد؟ هل لديك أنباء عن مياسة؟ مولاي، تحملت على نفسي وقمت من فراش مرضي كي أنثرك، لأنه تناهى إلي نبأ عن نقمة عارمة سرت بين الناس بسبب الضريبة الجديدة التي فرضتها عليهم. سألتك عن ابنتك أيها العجوز. ابنتي ليس لها شأن أمام المصيبة التي قد تقع إذا ما تفاقمت النقمة. تفاقمت النقمة؟ إذا كان العامة لا يعرفونني فإنهم سيعرفونني عندئذ. لست رحيما كأبي. أبوك لم يكن رحيما، لكنه في اللحظات الحرجة كان حكيما، فعرف كيف يوازن الأمور ويسوس الناس باللين تارة وبالقوة تارة أخرى. أما أنا فبالقوة سأحكم، إن عصاني أحد سحقته سحقة، والخير أن تنشر ذلك يا وزير إن أردت الاحتفاظ بمنصبك، لأنني عازم على فرض مزيد من الأتاوات على الناس، فالخزينة خاوية. ليست الخزينة الخاوية يا عوف، ليست الخزينة. لا عشاء اليوم. طلبت منك أن تعلمني القتال، لا أن تميتني جوعا. العقاب غدا. هكذا إذن يريد وهب وزوجه التخلص مني؟ لا أدري شيئا عن مضمونها يا سيدي، لقد فعلت ما طلبته مني بالحرف الواحد. ستسلم هذه الرسالة إلى عوف؟ كيف يا سيدي؟ إذا كان فيها أذيتك؟ لا عليك، أذيتي ستزول ويحل محلها رجاء ترقيتي، ثم إن عوفا لن يدرك الفرق بين الرسالتين. لقد ظلمت كثيرا على يد الملكة زبيدة أم الزغل، أليس كذلك يا ثعلبة؟ أجل، وإلى الآن ما زلت أجهل لماذا كانت تكرهني وتكره أمي. يا ماما، هل تعرفين شيئا؟ لقد ماتت أمك بسبب الظلم الذي لحق بها على يد الملكة زبيدة. ما بك؟ لا شيء يا مولاي. لكنني لست مولاك. كان يجب أن تكون مولاي.
هل تعرف أباك يا مولاي؟ لا، يقولون إنه كان فارسا من فرسان والد الملك الزغل وقد مات في الحرب. يا ماما حدثيني عما عرفته عني. ثعلبة، هل تحب الملك الزغل يا ثعلبة؟ أجل، أحبه حبا جما. وهو يحبك أيضا، وهذا يكفي. صدقني يا ثعلبة، هذا يكفي. هذا حجري الذي انتقيت. هذا؟ أنت منحتني حق الاختيار. مد ذراعك هكذا. هانذا قد فعلت. أبقي ذراعك بالحجر الذي انتقيت ممدودة حتى غروب الشمس. هذا هو عقابي؟ نعم، فإن تخاذلت أو ارتخى ذراعك أحرمتك من الطعام. حسناً، فعلت أنني اخترت حجراً صغيراً بحيث أستطيع حمله 3 أيام كاملة دون أن أتعب. سنرى. سيدي، هل أستطيع تبديل الذراع بالأخرى؟ ولكنك قلت لي إنك قادر على حمل الحصاد 3 أيام دون أن تتعب. أرجوك. أرجوني. ارحمني، أتوسل إليك. أين قوة الصبر والاحتمال إذا؟ لا أريد أن أقوى إذا كان هذا هو الثمن. أفضل أن أبقى ضعيفا. ولكنك رجوتني أن أعلمك القتال. إن ظللت تعاملني على هذا النحو فلن تبقى لدي قوة كي أقتل نملة. حسناً، يمكنك أن تنقل الحجر من ذراع إلى ذراع، ولكنها المرة الأخيرة التي أستجيب فيها لرجائك. هل أستطيع الآن أن أقضي بقية وقت العقوبة وأنا أحلم بالعشاء؟ نعم، يمكنك أن تحلم. ثعلبة، أريدك أن تنطلق فورا إلى ولدي عوف كي تبشره بمقدمنا. ترى هل سيفرح برجوعكم يا مولاي؟ كفاك ترهات، انطلق فورا. أريد أن أستقبل استقبالا حافلا يعيد الأمجاد إلى قلب الكليل. هيا يا ثعلبة، خذ جوادك وانطلق. أخي الحبيب عوف، وددت أن تصلك هذه الرسالة قبل عودة أبي التي لا شك ستكون مفاجأة غير سارة لك. فأنت ستلاحظ أن حالة أبينا قد تردت إلى حد فظيع، وأنه صار يتوهم وينفعل لأتفه الأسباب ويصمنا معا بالعقوق. إنه أشد نقمة عليك مني، ويعتبر أنك سرقت قصره وماله ومركزه. هو سيلاطفك ويتملقك آملا في استعادة كل شيء منك بعدما أوقفت طموحاته عند حدها في مملكتي. فلا تترك له ولفرسانه مجالا للتطاول على سلطتك. أما ساعدة فرفض منصبا عرضته عليه لولائه لك وقلقه من سوء تصرف أبي تجاهك، وهذا ما أزعجني منه. ما أطيب تمنياتي بالخلاص القريب. أخوك وهب. ما الذي دهى عقل أبي؟ بدا لي يا مولاي شديد الاضطراب والجموع حين رأيته واستمعت إليه، كما بدا فرسانه وقد أفلت زمامهم وما عادوا يصغون لساعدة ولا يحترمون أحدا حتى أباك.